بسم الله. ليديز اند جنتلمان، التعقيب بتاع امبارح لما اتكلمت على ست رمز الشر في التاريخ المصري القديم وعملت كومبير بينه وبتوين قابيل وهابيل، مش كل الاخوات بتبقى وحشه، بدليل ان في اخوات كويسين زي المثل بتاع سيدنا يوسف لما اوى اخوه معاه الى العرش، وسيدنا موسى لما طلب من ربنا سبحانه وتعالى انه يخلي اخوه هارون قارون وزير لي، واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. فمش كل الاخوات بيبقوا وحشين، في اخوات بيبقوا كويسين وبيبقوا احسن من كويسين كمان وبيساعدوا بعض، وهي دي الحقيقة. واصبر على ما اصابك فان ذلك لمن عزم الامور وبشر الصابرين، وهو ده الخير والشر، وهي دي الحياة. وده تعقيب على امبارح على ست رمز الشر. وفي التاريخ المصري القديم رموز تانية غير ست، في سخمة هكلمكم عليها ان شاء الله مرة تانية. سخمة دي رمز انثى الاسد، وبالمصري بنقول عليها اللبوة اللبوءة، هحكي لكم عنها ان شاء الله المرة الجاية. Have a good time و see you later. Ciao.